الخريف فصل تكثر فيه الحساسية، خاصة مع التقلبات الجوية والتي عادة ما تكون أعراضها مشابهة لأعراض الزكام أو كورونا. عادة ما تتسبب الحساسية الموسمية في حكة بالجلد أو الأعين، سيلان الأنف، ضيق في التنفس وغيرها. الأليرجي تاع الخريف هي تاع لوتون، سيتي اون أليرجي اللي تجي في الموسم تاعها كما نقولوا، ومكثرها تجي من لي زكاريا لا بوسيغ دو ميزون، تجي من الفطاريات لي موازيسور، وتجي من لو بولان تاع سيغتان زارب كوم لومبوازي. وكاين الريح كيكون كاثر يجيب الغبره معاه الراس تاعها، النيف ينغلق ولا يسيل يتحك، العطيس بصفه رهيبه، لي زيتيرنيمون اون رافال ماتينو سورتو في الصباح، ويحكوا عينيهم عينين يسيلوا، وكاين اخرين تتسبب لهم كذلك الربو وهي الكريستاس. تجنبا لحساسية الخريف التي تكون بالدرجة الأولى عن طريق الغبار، يستوجب الابتعاد عن الأشجار والغبار، إضافة إلى استشارة الطبيب مباشرة بعد ظهور الأعراض للتشخيص الأمثل لنوع الحساسية. ليفيكسيون معناتها ليفيكسيون معناتنا تجنبوا سواء نحو لي موازيسور، هذوك نغسلوا الحيوط وكامل لي زكاريا، نحو لي تابي، نحو الفرصادات، ما يتغطوش بالفرصادات، يتغطوا بوافيك اون كوات. عنده الاعراض يلتجي للطبيب المتخصص تاع الحساسيه، ما يقدرش يداوي نفسه مدام لوتو ميديكاسيون صافي دي كاتاستروف. ولا شفنا لو دي او بي تاعو ناقص اوتوماتيكمون لازم نداووه، نعطوه كورتيكويد اورال، نعطوه دي كورتيكويد انالي لافونتولين، ولا عنده غير في النيف والانف والعينين لازم كذلك ادويه. قد تتضاعف اعراض الحساسيه الموسميه اذا لم يتم التكفل بها والابتعاد عن مسبباتها، خاصة في الفصول التي تكثر فيها على غرار فصلي الخريف والربيع.